وكيف يعرف الإنسان بأنه مصاب بالعين أو بالسحر أو بالمس؟ الله أعلم، ما يكون عند الإنسان وساوس، كل شيء عين، كل شيء سحر، كل شيء جنون، لا، الأمراض كثيرة وأنواع الأمراض كثيرة، فعليه بالعلاج النافع من الأدعية والأدوية المباحة والتوكل على الله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله وأن هذه أسباب أباحها الله تتعالج بها، والله جل وعلا قريب مجيب.